بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة راتب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على كافة الأنحاء. النهاردة كمان في نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة، ده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القانا ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الجو حر من بالليل، من امبارح بالليل الجو حر جدا، يعني ما كانش في نفس في الجو، والنهارده طبعا شكله هيكون حر أكتر. عايزين نطمن من حضرتك عن ارتفاع درجات الحرارة. بالفعل يمكن احنا اليوم مكملين في ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، ويمكن كمان اليوم تحديدا هتكون أعلى درجة حرارة في الأسبوع كله عظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية خلال فترة النهار. احنا طبعا بنتأثر بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا. وجود المرتفع الجوي بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، حبس كمية الرطوبة وجميع الملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي بحس بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على سطح الأرض. في امتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط، يحصل لها تعديل في قيم درجات الحرارة، لكن بيتحمل بكمية كبيرة من بخار المية، ففي ارتفاع في نسب الرطوبة. فاحنا عندنا ارتفاع في نسب الرطوبة وارتفاع كمان في قيم درجات الحرارة بالظبط. احنا اعلى من المعدل بحوالي من درجتين الى ثلاث درجات المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام. احنا كمان لما بنقول عظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، دي درجة الحرارة المقاسة في الظل المحسوسة بالظبط، دي درجة الحرارة المقاسة في الظل، لكن المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة اعلى من كده بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني ممكن المحسوسه توصل ل 41 درجه مئويه. التعرض المباشر لاشعه الشمس خاصه فتره الظهيره ممكن كمان يزود احساسنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحراره. عشان كده طقس النهارده هو طقس شديد الحراره رطب في معظم المحافظات اللي موجوده في الجمهوريه، لان كافه المحافظات بتشهد ارتفاع في درجات الحراره. المناطق الجنوبيه للجنوب الصعيد عظمى ما بين 44 ل 45 درجه مئويه، ده طبعا فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس احنا بنحس بوجود نسب رطوبه في الجو، يمكن دي اللي مخلينا نحس ان الجو فيه يعني خانقه خلال فترات الليل، لان احنا خلال هذه الايام حصل هدوء في سرعات الرياح بشكل كبير عن الاسبوع الماضي. هدوء سرعات الرياح تخلينا نحس ان في نسب رطوبه موجوده في الجو، لكن فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر الاجواء معتدله نوعا ما، لان الاوقات دي اللي بيحصل فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. صحيح. كمان طبعا في تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى بالظبط، بتتلاشى بتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. احنا مكملين في ارتفاع درجات الحراره حتى نهايه الاسبوع، لكن يمكن النهارده بيكون اعلى درجه حراره مع نهايه الاسبوع هتكون 36 درجه مئويه، لكن طبعا في ارتفاع في نسب الرطوبه، فهنظل نحس على مدار هذا الاسبوع كله بالاجواء شديده الحراره الرطبه. عشان كده احنا مهم جدا ننصح كل السادة المواطنين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، وبلاش كمان نقف فترة طويلة تحت اشعة الشمس، يعني لو مضطر ابقى موجود في الشارع بلاش اقف بساعة ولاتنين تحت اشعة الشمس، ممكن فترة واستريح. في ظاهرة مهمة جدا كنت محتاجة أسأل حضرتك عليها، وهي ظاهرة القبة الحرارية، يعني هل دي فعلا ايه هي وتشرحها لنا اكتر؟ طبعا القبة الحرارية هي امتداد للمرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، يعني هي مش ظاهرة، هي توزيعات من ضمن التوزيعات الضغطية اللي بتأثر علينا في الفصول المختلفة، لكن هي دايما مرتبطة ب طبعا ارتفاع الضغط في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. دايما الهواء في طبقات الجو العليا مع المرتفع الجوي بيحصل له نزول، الهواء وهو نازل بيحصل له تسخين بشكل كبير او بيحصل له ارتفاع في درجات الحراره، بالاضافه كمان المرتفع الجوي بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض مع زياده لفترات سطوع اشعه الشمس. عشان كده دايما القبه الحراريه بتبقى مرتبطه بارتفاع درجات الحراره، وده طبيعه المرتفع الجوي اللي بيأثر علينا دلوقتي. يمكن احنا دلوقتي يعني احنا محاصرين دلوقتي بالقبه الحراريه بالظبط، هي القبة اللي هتاخد شكل القبة كده اكنها في صوبة زراعية، في صوبة زجاجية بالظبط، بتحبس الرطوبة بتحبس كل حاجة في طبقة قريبة من سطح الأرض،
ده اللي بيأثر علينا خلال هذه الأيام، أثر علينا بالأمس ومتوقع يوم متوقع كمان خلال الأيام المقبلة. لكن الحمد لله يعني احنا عندنا رحمة ربنا بينا، يمكن في بعض الدول الموجودة في الخليج كتير صحيح بالضبط درجات الحرارة بتتجاوز ال 50 درجة مئوية، لكن احنا مع وجود البحر المتوسط ومرور الكتل الهوائية عليه بيحصل لها تعديل نوعا ما، بتوصل لنا بقيم درجات حرارة. طب بالنسبه لبليل بقى يا دكتور، يعني حضرتك شايفه ان الجو بليل هيتحسن فعلا، خصوصا ان حضرتك بتقولي النهارده اصعب يوم في الاسبوع، لكن بعد كده درجات الحراره تبدا تقل، هل بالفعل كمان درجات الحراره بالليل مع سرعه رياح شويه هنبدا نحس ان الجو معتدل بالليل؟ هو احنا على الاقل لحد نهايه هذا الاسبوع سرعات رياح هتكون معتدله في معظم المحافظات، مفيش نشاط رياح بالشكل الكبير، فاحنا لسه فترات الليل هنحس بيها بنسب رطوبه، يعني فترات الليل يعني هيحصل فيها احساس بالخنقه او احساس بارتفاع في درجات الحراره بسبب هدوء سرعات الرياح اللي بتحصل فترات الليل وفترات المساء. الايام اللي هيكون فيها نشاط رياح ونحس بنشاط رياح هي دي الايام اللي هيكون فيها يعني اجواء لطيفه فترات الليل، لكن للاسف على مدار هذا الاسبوع كله هنحس بارتفاع درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نتابع معاكم دلوقتي بقى درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها من القاهره العظمى 38 الصغرى 26، عاصمة إدارية 38 25، إسكندرية 33 25، العلمين الجديدة 32 24، مطروح 32 22، دمياط 35 25، بورسعيد 36 26، الإسماعيلية 40 25، السويس 39 25، العريش 36 25، كاترين 36 18، طابة 38 25، حلايب 36 28، شلاتين 39 27، شرم الشيخ 41 30، الغردقة 41 29، الفيوم 41 24، بني سويف 41 25، وادي الجديد 43 24، أسيوط 41 25، سوهاج 42 27، قنا 44 28، الأقصر 43 29، أسوان 44 30. النهاردة الجو حر، النهاردة يمكن أعلى معدل في درجات الحرارة طوال الأسبوع، نخلي بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الظهيرة، كمان نشرب كميات كبيرة من السوائل، واللي ما عندوش حاجة أعتقد إن هو يبقى الأحسن النهاردة خاصة لكبار السن والأطفال، بلاش ننزل النهاردة في ساعات الظهيرة علشان الجو فعلا هيكون حر جدا، لكن على مدار الأسبوع إن شاء الله هتنخفض قليلا يعني. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنة علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.